هنلعب مقام النهاوند اللي هو صوته عامل كده. طيب عايزين نشوف شكل قفزات في القانون تساعدنا على اللعب في الحاجات الصعبة بعد كده. تعالوا نجرب نلعبها 2 أكتاف على طول، يعني بواحد واتنين كل صباع على أكتاف. يلا نركز. عملنا بدل نوت الدو، او يعني ثبتنا نغمة اللي هي الدو، وبنطلع منها للتانية الري والتالتة والرابعة والخامسة اللي هو ري مي فا سول، ولكن عاملين الدو بدل نوت، يعني عاملينها لازم نرجع لها بعد كل نوتة زي ما سمعنا. تعالوا نجرب تاني. نثبت النغمة الخامسة، هي هتغير اسمها لان احنا هنفضل نطلع السلم كله عشان تبقى يعني دو ري دو مي دو فا دو صول فا صول مي صول ري صول دو. تعالوا نكمل. بعد ما نزلنا من الخمسة الأولى اللي احنا رجعناها اللي هو صول فا صول مي صول، بنرجع لدرجة الأساس اللي هي الدو، بنطلع من النوتة اللي بعدها أو النغمة اللي بعدها اللي هي ري، نفس اللي عملناه بالظبط، تانية تالتة رابعة خمسة، ونثبت الخمسة وننزل للرابعة والتالتة والتانية والأولى. فهيبقى لو قلنا دو بكل النوتس مع الخمسة بتاعتها والري والخمسة بتاعتها هيبقى صوتها عامل كده. نكمل نشوف الصوت مع السرعة يبقى عامل ازاي. طلعنا من الدو نفس سيكونس للدو اللي بعدها اللي هي بعديها بأكتاف، وعملنا كده اهو. تعالوا نشوف كده تدريج بالسرعة هيبقى صوتنا عامل ازاي.